انا حظي كويس قوي ان انا الحمد لله اشتغلت مع ممثلين كبار صادقين، بيبقى خوفهم على اسمهم وعلى شغلهم معايا. يعني كنا بنبقى بنسمع بعض في الشغل، لان طبعا احنا بنشتغل في ظروف متعبة جدا جدا، بالذات تحديدا المسلسلات. يعني ممكن نكون بنشتغل ساعات فوق 20 ساعة وفوق 30 ساعة، فالممثل بيبقى في حالة صعبة، بس الحافز والحب هو اللي بيحركنا احنا الاثنين، ان احنا نفضل ماسكين ايدينا في ايدين بعض. وانا دايما بقول انه ممكن ابقى السيناريو عظيم، التصوير عظيم، الاخراج هايل، المونتاج والموسيقى كل الكلام ده، لكن الممثل لو وحش كل ده شكرا. يعني شكرا الصورة الحلوة، شكرا الديكور الحلو، شكرا الممثل لو مش صادق كل ده ملوش معنى. فأنا عشان كده الممثل دايما بالنسبة لي هو أهم. طبعا يعني طبعا في السيناريو الأساس. أستاذ تامر حبيب، بمناسبة السيناريو اللي وحشنا شغله بفرح جدا ما اشتغل مع كاملة، وبسلم لها نفسي تماما بثقة فظيعة، لأنه من أكتر المخرجين اللي قابلتهم في حياتي اللي بيحبوا الممثلين بجد. على فكرة في مخرجين ساعات بيغيروا من الممثل، مش بيحبوه قوي، بيحبوا شغلهم في الأساس، عايزين يعملوا الكادر بتاعهم صح، حتى لو الممثل صح أو غلط، أو مش هقول غلط، لكن كاملة دايما ممكن نعمل الشوت كويس قوي، بس تقولي أنا حاسة إن ممكن يتعمل أحلى، أنا حاسة إن ممكن يبقى جواكي أكتر من كده، فدايما بيبقى فيه إضافة للممثل. وعشان كده كل الممثلين بيطلعوا معاكي حاجة، مع المخرجين الآخرين حاجة تانية. ليه؟ ما هو هو نفس الممثل، لكن حب المخرج للممثل وتعتبره هو أهم أداة. هي بتهتم طبعا بكل أدواتها وبكل التفاصيل، بس هي بتشوف إن الممثل أهم حاجة. لو في غلطة في شيء آخر بس الممثل عندها عالي قوي ومش هيعرف يعمل ده تاني، يمكن تفوت الغلطة البسيطة وتقول بس الممثل بتاعي يبقى بقوته. كاملة عملت طفرة في السينما المصرية. يعني أنا أول فيلم اشتغلته معاها 1-0، أنا فوجئت، أنا اللي استلمت الجايزة نمرة 50 من روسيا. مفيش فيلم في تاريخ الفن كله، على فكرة أنا كاتبة 50 جايزة، طبعا هما مش ليا، أنا خدت مثلا 5-6 مرات أحسن ممثلة، لكن هذا الفيلم حصل على 50 جايزة. يوم للستات اللي أنا عملته معاكي خد 23 جايزة. بطلوع الروح كل مهرجان يخش فيه ياخد له 2-3 جايزة. وحتى انا قلت لها يوم افتتاح المهرجان هنا، يا كاملة ما قلتيش ليه ان مسلسلك امبارح خد في مهرجان الاذاعه والتلفزيون في الرياض الجائزه الذهبيه كاحسن مسلسل في الوطن العربي العام 2022؟ بس هي بتتكسف تقول ده. ايه هي فعلا مشرفة اسم الفن المصري سواء في الدراما او في السينما. انا بس لو قعدت اتكلم عنك هتكلم كتير قوي، بس لازم ادي فرصة للاخرين. لكن انا بجد بفرح جدا لما بشتغل معاكي، بفرح باعمالك عموما، انت قدمتي اعمال رائعة وعظيمة، والممثلين دايما معاكي في حتة تانية ومختلفة. برافو عليكي، شرفتي اسم الفن المصري، تكريم مستحق تماما يا كاملة. وشكرا للمهرجان، شكرا استاذ حسين فهمي انكم فكرتوا في تكريم كاملة على مشوارها الجميل المشرف. شكرا.